تستمر وزارة الداخلية في تنفيذ استراتيجيتها الاجتماعية في دعم ومساندة المواطنين في المناطق الأولى بالرعاية. من هذا المنطلق تتواصل فعاليات مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، والتي تستهدف توزيع مستلزمات مدرسية وعبوات سلع غذائية على الفئات الأكثر احتياجاً بمختلف محافظات الجمهورية. بنشكر السيد رئيس الجمهورية على نظرته للدعم للمواطن الفقير قبل الغني، ومراعينا ودايماً محافظ على وطننا ودايماً مراعي الصغار قبل الغني، وربنا يكرمه. كلناش متوقعين إن هو دايماً فاكرنا كده وبعت لنا الحاجات الحلوة في البلاد البعيدة. أنا بشكر السيد الرئيس على تعاونه معنا وإن هو مش نسينا. أنا فرحانة جداً إن أنا خدت الشنطة دي، أنا نفسي كان نفسي فيها وخدتها فعلاً، وأنا فرحانة إن أنتوا اديتوها لي. أنا مبسوطة جداً، مبسوطة إن هو وفرها لي. كناش نتوقع إن هو هيجينا لحد هنا الهدايا بتاعته دي. ربنا يكرمه ويفديه ونجيه ويكون فرحان ويفديه. ربنا يبارك فيكم ويقويكم علينا ويحفظكم من شعب مصر كله. بشكر سيد الرئيس، جبنا الهدية دي وفرع عيالنا، جبنا هدوم المدارس وجبنا شنط المدارس، وبشكر وزارة الداخلية. كل سنة طيبين. وانت طيب. يا رب يجعله في ميزان حسناته الحاجة، وانت طيب. سنة طيبة حاجة. توزيع هذه المساعدات على المواطنين بالمناطق المستهدفة جاء وسط فرحة وإشادة كبيرة بما تبذله وزارة الداخلية من جهود على المستويين الإنساني والاجتماعي لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية في ظل المتغيرات الاقتصادية التي تفرض عليهم أعباء إضافية. هنا بلد الجدعان وما فيش بينا جبان، في الشدة بيبان من اللي بيحب مصر. أحيا مصر، ربنا يخلي السيسي. الإيد في الإيد والقلب وما يريد، وإحنا بنحب مصر. هنا مصر اللي نشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على المبادرة كلنا واحد ومجهود وزارة الداخلية. المأموريات التي وجهتها وزارة الداخلية لإهداء المواطنين السلع الغذائية والمستلزمات المدرسية كانت حريصة على إيصالها إلى مستحقيها بأماكن إقامتهم بمختلف المحافظات، وهو ما يتوافق مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة. نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو ما نسيناش في دخول المدارس ولا في اي وقت ولا في اي مناسبه، دايما فاكرنا، دايما فاكرنا وفاكر عيالنا في كل المناسبات، وجايب شنط لعيالنا وكراتين ومهتم بنا في جميع المناسبات. تحيا مصر. تحيا مصر. مصر عليها العين وولادها الغاليين، من يومهم واقفين للي بيعادي مصر. هنا بلد اهلا بكم واهلا بسياده الرئيس، ونشكر الشرطه ومجيئكم لحد هنا ومجيئكم بالكرتونه لحد الباقي. مساءكم طيبه. انت طيب، الف شكر لكم على مجيئكم هنا لحد عندنا. في الشده بيبان من اللي بيحب مصر. هنا مصر
ربنا يبارك لكم يا رب ويخليكم لينا. نشكر سيادة الرئيس. رؤية اجتماعية تتبناها وزارة الداخلية وتحرص على تنفيذها، وهي تحقيق التكافل الاجتماعي من خلال تواصل دعم ومساندة الأسر المصرية بكل المحافظات لتخفيف الأعباء عنهم، وبما يرسخ روح المشاركة بين الشرطة والمجتمع. ربنا يخلي لنا وبيجيب لنا سلع غذائيه كتير وبيجيب لنا حاجات كتير ومهني مصر. ويخليه يا رب السيسي، مش محرمنا من حاجه، كل حاجه جايبها لنا، كل حاجه بعتها لنا في ابو حماد الشرقيه. لما قرب وبعيد شعب الايد في الايد والقلب ما يريد واحنا بنحب مصر. هنا مصر اللي عشناها اتباهى، هنا مصر احلى بلاد. انا مبسوط قوي عشان خدت شنطة المدرسة. بحبك قوي عشان انت كل سنة بتجيب شنطة المدرسة. وتحيا مصر.